هذا واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت عدوانها بقصف منزل وسط مخيم جنين، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه. وفي أعقاب عملية القصف اقتحمت مجموعة كبيرة من قوات الاحتلال تقدر ب 150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحصرت مخيم جنين وقطعة الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم. في الأثناء أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليق الاتصال والتعاون الأمني مع إسرائيل على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على جنين. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطيني. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في جنين ومخيمها. وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وما يسفر عنه من جرائم ضد المواطنين المدنيين العزل وممتلكاتهم. وذكرت الوزارة في بيان أن هذا العدوان يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية لتكريس منطق القوة العسكرية في التعامل مع الشعب الفلسطيني الأعزل وقضيته العادلة، بديلا عن الحلول السياسية للصراع، مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان فورا. يعقد غدا اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية برئاسة مصر لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العدوان الحالي على مدينة جنين ومخيمها. وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك إن الاجتماع الذي سيعقد بناء على طلب فلسطين سيبحث أيضا سبل التحرك الفعال على المستوى العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. من جانبها حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من تبعات هذا العدوان وتداعياته، داعية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء لتحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. استنكر البرلمان العربي بشدة العدوان الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين والذي أوقع عددا من الشهداء والمصابين. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية. واعتبر البرلمان العربي أن ما تقوم به القوات الإسرائيلية المحتلة هو عدوان ممنهج ومدروس تستهدف منه تخويف وترويع الشعب الفلسطيني لإسكات صوت الحق وفرض الأمر الواقع بقوته العسكرية. قال المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن الأمم المتحدة على اتصال مباشر مع كل الأطراف المعنية للتهدئة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. أضاف وينسلاند أن التصعيد الحالي في الضفة الغربية خطير للغاية ويأتي بعد شهور من التوتر المتصاعد.